رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا. وإن أنت لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمته لك. طبعا انتوا شفتوا الجمال ده في اول الفيديو، كل دوت انا عملته ببيضة واحدة ومخدش معايا وقت خالص ومخدش معايا تخمير ولا اي حاجة. ويلا بينا على طول نبدأ الفيديو بتاعنا. حطيت كوباية الا ربع من السكر وكمان عليهم كوباية من الزبدة، وهبدأ ان انا اضربهم كويس جدا. على فكرة بسكوت ممتاز جدا وطعمه تحفة جدا جدا جدا. هضرب السكر مع الزبدة كويس جدا لحد ما احس ان السكر بتاعي كله داب، وكمان الخليط بتاع الزبدة والسكر هتلاقيه كل ما تضربي فيه كل ما تلاقيه بيبيض معاك وبيفتح معاك تعرفي كده هوت ان النتيجة بتاعتك هتطلع مظبوطة جدا جدا. اهم حاجة ان السكر بتاعنا يدوب كويس. ممكن تضربي بالمضرب السلك اليدوي عادي، بس عشان نسرع من نفسنا ونسرع من الوقت بتاعنا فاحنا بنعمل بالمضرب الكهربائي، بيسرع وبيدي برضو نتيجة زي المضرب العادي بالظبط. هبدأ اضيف في البداية زي ما قلت لكم عملت كل الكمية دي كلها ببداية واحدة، هبدأ اضيف في البداية وكمان هضيف عليها الفانيليا، وهبدأ بعد كده ان انا اقلبهم كويس علشان يندمجوا مع بعض. في اللحظة دي انا محضرة معايا كوبايتين ونص من الدقيق، طبعا انا هضيف كوبايتين بس، هو المقدار المظبوط بالظبط كوبايتين ونص بس، طبعا بيختلف من دقيق للدقيق ونوع لنوع. فانا الاول هضيف كوبايتين من الدقيق بعد طبعا ما اخلط البيض مع السكر والزبده كويس جدا، وبكون كمان محضره نص معلقه كبيره من البيكنج باودر ورشه من الملح، او معلقه صغيره من البيكنج باودر ورشه من الملح. هبدا اضيف زي ما قلت لكم الكوبايتين، وهبدا اقلب بقى البيض الدقيق بالخليط اللي انا عاملاه كويس جدا لحد ما يتلم كويس جدا مع بعض. اهم حاجة ان العجينة بتاعتنا هتكون عجينة طرية وفي نفس الوقت ما بتلزقش وبتلم معاكي، فطبعا بتختلف من دي لدي زي ما قلت لكم. فاحنا دلوقتي هنقلب الكوبايتين دقيق مع الخليط، ولو احتاج هنزود واحدة بواحدة لحد ما ناخد نص كوباية الدقيق اللي احنا سايبينها على جنب. طبعا في الوقت ده بكون بسخن الفرن بتاعي علشان ندخل البسكوت بتاعنا على درجة حرارة 175 او 180 في الرف الاوسط، وبيكون مسخنين الفرن قبلها زي ما انتوا شايفين اهو. انا ضفت النص كوباية دي، وهبدأ بعد كده اقلب كويس جدا لحد ما العجينة بتاعتي تتلم، وهوريكم في الاخر هيكون شكلها عامل ازاي. بعد ما قلبتها كويس جدا ده كان القوام بتاعها، وبصوا لما بتلموها بتتلم معاكم مش بتكون متشققه، وفي نفس الوقت بتكون طريه جدا. في اللحظه ديت انا بحاول ان انا ما بكبرهاش، بخليها حجمها متوسط حجمها كويس، لان احنا حاطين بيكنج باودر فلسه هتفرد معانا وهتكبر معانا، فبحاول ان انا بخلي البسكوته بتاعتنا حجمها متوسط علشان لما تكبر يكون حجمها كويس. افضل الصواني ان انت تستخدميها في اي معجنات او اي مخبوزات بتستخدميها هي الصواني الالومنيوم، بتوزع الحرارة كويس جدا. دي بعد ما انا شكلت شوية هشكل الباقي وارجع لكم واقول لكم انا هعمل الشكل ازاي. ده قمع، مش عندك قمع بغطاء ازازة تقدري تعملي شكل الهلال زي ما انت شايفة. انا مش هعمل كله كده، هعمل شوية سادة وشوية كمان بالقمع. تقدري تشكليها بالبصامة بتاعة الكحك برضك بتعمل شكل كويس جدا، بتكون شكلها حلو قوي. برضو لو انت عندك المكبس بتاع البسكوت او الاشكال بتاعة البسكوت بتدي برضو شكل جميل جدا في البسكوت بتاعنا.
انا هعمل نفس الطريقة دي في كله، وهسيب شوية سادة وهدخلهم على الفرن بدرجة حرارة 180 على الرف الاوسط لحد ما تاخد لون من تحت، وده هيكون شكلها. ودي كانت الكمية كلها اللي عملتها لي. هبدأ دلوقتي انا هعمل حاجة اختيارية، ممكن تعمليها وممكن لا. سيحت شوية شوكولاتة على حمام مية، وهبدأ بعد كده ازين بيها البسكوت بتاعنا، وهعمل نص كده وهعمل نص كده ونشوف مع بعض هنعمل ايه. دي كانت الشوكولاتة بعد ما سيحتها. هبدأ بقى اجيب البسكوت معايا وهبدأ اخد احط النص بتاعه وهشكله واحطه على الكيس زي ما احنا شايفين، وبعد كده هدخله التلاجة علشان يكمد، لاننا احنا في الصيف الحاجة هتاخد وقت. شايفين هو قد ايه طري وقد ايه جميل جدا وهش وألذ كتير من بسكوت الزبدة اللي احنا بنجيبه من برا. شوفوا معايا، هبدأ اشكلهم بقى زي ما انتم شايفين. ممكن بقى تشكليهم بقى بشوية سوداني، بشوية شوكولاتة شيبس، باي حاجة. دي افكار وانت تقدري تعمليها او تنفذيها. برضو في البسكوت السادة انا هبدأ برضو ان انا هحط عليه برضو شوية بالشوكولاتة، بس هعمل بشكل تاني او بشكل مختلف، ونشوف برضو هنعمله ازاي او نزينه ازاي مع بعض. وبرضو مش هنسى ان انا اسيب برضو شوية من غير اي شوكولاتة ومن غير اي حاجة، وهوريكم برضو في اخر الفيديو. تشكيله سهل جدا ومش بياخد وقت. ممكن عايزة من غير اي شوكولاتة تخليه سادة، برضو طعمه ممتاز جدا مع كوباية شاي بلبن بقى ولا كوباية شاي سادة. الله عليها وعلى جمالها. جربوا الوصفة ديت ومش هتندموا، لان هو فعلا ممتاز وطعمه جميل وهيعجبكم اول ما تجربوه. عايزة اقول لكم الولاد ما كانش مستحملين اللي انا احط عليه الشوكولاتة، كانوا بياكلوه من قبل ما اعمل احط عليه طبقه الشوكولاته ديت، وكان عجبهم جدا. واكيد ان شاء الله اولادكم كمان هيعجبهم، وانتوا كمان لما تجربوا الفكره بتاعتي او تجربوا الوصفه بتاعتي، وان شاء الله تعجبكم وتعتمدوها على طول تعملوها. وده كان الشكل النهائي بعد ما انا خلصت وبعد ما شكلته ودخلته التلاجة شويه وجمدت عليه الشوكولاته بتاعتنا. وتقدري بقى تقدميه زي ما انا قلت لك جنب شاي، جنب عصير، جنب اي حاجه تحبي تقدميها معاها، هيعجبك جدا. جربيها، ولو لسه موجوده لحد دلوقتي بتسمعيني شكرا جدا، ويا ريت تدعميني باشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من قناتي قناه بسنت ابراهيم، وتستنوا كل فيديوهاتنا الجديده واللي بتنزل على طول باستمرار. اشوفكم في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في حفظ الله، مع السلامه.